السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي عشاق منتخبنا الوطني الجزائري، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. بداية بابن خوتنا يجب أن أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم بلايك بتعليق باشتراك في القناة بكلمة حلوة بانتقاد بناء، لكل من أعطانا معلومة، كل من صحح لنا معلومة، شكرا لكم جميعا. اليوم احبابنا خاوتنا موضوعنا ايضا مثير، قضيه مهمه ومهمه جدا، نتمنى الجميع يعطيني فيها رايه في التعليقات، وما ينساناش الا ماهوش مشترك في القناه ثانيتين فقط او ثانيه واحده اضغط زر الاشتراك، هكذا يوصلك كل ما هو جديد بحول الله تعالى. قبل ما نبدا في الموضوعات، والله عندي قضيه صغيره حبيت نبدا بها، هي الاولى. والله تعجبت من اشخاص تتمنى الخساره للمنتخب الجزائري واصبحوا ينادوا ليس منتخبنا الوطني الجزائري، ولم يصبحوا يطلقوا على اسم منتخبنا يعني بالضمير نحن، بل اصبح يسمى منتخبكم. واحد ما راح يزيد يجيكم وراح تخسروا، راح كانما انت ما راكش جزائري. انا بالنسبه لي هذا انسان ماهوش جزائري، واذا عندكم تفسير اخر يعني حطونا في التعليقات. واحد يقول لك منتخبكم ان شاء الله تخسروا، يعني سمعت ماكش جزائري، لانه الجزائري بالرغم ويصرى وش يصرى لا يتمنى الشر لبلاده. على الاقل لا اتابع، لكن الجزائر ماذا بينا نشوفوا الاعلام، ممكن تنجحوا ان شاء الله تنجحوا، لكن انا يعني بالنسبه للاشخاص اللي ما همش حابين يتبعوا المنتخب الجزائري مع برحيل الناخب السابق جمال بالماضي، على الاقل كاين الناس قال لك ما زلت نتبع. انا خلاص انا كنت نتبع المنتخب على جال جمال بالماضي، الان راح جمال بالماضي ما زلت نتبع، لكن باش تتمنى الخساره وتولي تتكلم بالضمير هو انتم يعني ان شاء الله تخسروا، بالنسبه لي هذا يعني اكثر من الحركه. مقبل كانوا ينادوا بالوطنيه، والان ولا لما راح جمال بالماضي والخبزه خلاصت وصالح بيع عبود راح، اللي كان يعيط لكم في التليفون ويقول لكم برافو ديروا لنا النش وكملوا، والمباراه هي لن تعاد لكن كملوا باش يعني باش نسترزقوا ناكلوا كامل، يعني برافو عليكم. الكلام راكم على بالكم اللي راه موجه. على كل حال انا بالنسبه لي اللي يقول منتخبكم وان شاء الله تخسروا وما زلتش نتبع المنتخب الجزائري، ما زلتش تتبع المنتخب الجزائري انت حر، لكن باه تتبع ما زلتش تتبعوا باسكو راح جمل بالماضي، انت ما كنتش تتبع في المنتخب الجزائري، انت مصلحتك كنت تتبع في الشخص اللي كنت تسترزق به فقط. الان ما راح جمل بالماضي وليتوا تسبوا في جمل بالماضي وليتوا تسبوا في المنتخب الجزائري، والله هذا المنبر اقول لكم عيب عليكم، وانتم لفري خوانا بالعاني، وتلصقوا التهمه في الناس اللي ما كانش تقول اعاده المباراه وكانت دائما ضدكم في كل شيء. لذلك الان بنتوا حقيقتكم وربي فضحكم من لسانكم، لانكم راكم تتمناوا الخساره للمنتخب الجزائري وراكم تتكلموا بالضمير انتم ان شاء الله تخسروا منتخبكم، هذا سمته ماشي منتخبك. على كل حال ندوزوا حبايبنا خاوتنا الى موضوعنا الاساسي المتعلق بفلاديمير بيتكوفيتش. واقول حيث الناخب الوطني الجديد استهل كما يعلم الجميع عمله بصفه رسميه مع المنتخب الوطني الجزائري خلفا لجمال بالماضي، حيث سيكون السويسري امام فرصه اعاده المنتخب الى الواجهه القاريه والعالميه في كاس افريقيا 2025 مقرره بالمغرب، وكاس العالم 2026 المزمع اقول اجراؤها بالولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك، وبإذن الله نشوف العالم الجزائري يرفرف في هذه البلدان. على كل حال قلنا أنه بالإضافة إلى الرفع من مستوى المنتخب الوطني الجزائري في قادم الاستحقاقات، ومن خلال تصريحات الأخيرة لفلاديمير بيتكوفيتش لمقربيه جدا يعني قبل ما احنا نقولش عندها ساعتين ثلاث ساعات من اللي وصلنا الخبر هذا، على كل حال قال أنه عنده يعني معرفة قليلة بالمنتخب الوطني الجزائري، لذلك لا يعني تقترح علينا أن يكون هذا كأساسي أو هذا غير أساسي. وش حبيت نقول لكم ابن خاوتنا، لأنه كما على بالكم بيتكوفيتش ما يعرفش ليكيب ناسيونال كما نقولوا من الارزيت، وانما عنده فكره فقط على محرز على بن ناصر على كذا على كذا، لذلك البعض يعني كما على بالكم يبداو هذا مليح هذا ماشي مليح هذا لازم يكون، لكن فلاديمير بيتكوفيتش وضع النقاط على الحروف قبل أن يبدأ عمله وقال أنه لا أحد
أساسي في المنتخب الوطني الجزائري، وعدد كبير سيأخذ فرصته، والأحسن هو اللي راح يكون في المنتخب الوطني الجزائري. لذلك غلق السيستام ولا غلق الفانا على الناس اللي حابة تفرض لاعبيها أو يعني تسي يظهرها أونك حكمة تبقى تفرض له في لاعبين آخرين كما كان يعني من قبل في العهود متاع المدربين السابقين. كما يعلم الجميع أنه فلاديمير بيتكوفيتش حضر قائمة ب 45 لاعبا تحسبا للدورة الودية التي ستنظمها الجزائر نهاية شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات إندورا، جنوب إفريقيا وبوليفيا. ولعل أبرز النقطة يجب على المدرب السويسري تفاديها والتي وضعت المنتخب الجزائري سابقا في وضعيات صعبة هي القائمة الضيقة التي كان يعتمد عليها جمال بالماضي، حيث وجد بعض اللاعبين أنفسهم أساسيين فوق العادة رغم مستوياتهم المتذبذبة، وهو الأمر الذي يريد تفاديه المدرب السابق لنادي لازيو الإيطالي، وخلق ديناميكية تنافسية بين العناصر. وفي سؤاله عن بعض لاعبي كأس أمم إفريقيا كانت هنالك الصدمة لما سأل على هذا اللاعب وهذا اللاعب وعلى هذا اللاعب لماذا تم إشراكه، تفاجأ بقول أنه يوسف عطال لم يلعب لمدة 3 أشهر، وإسلام سليمان لم يلعب لشهر، وبن ناصر لم يلعب 6 أشهر، وعوار جاء من إصابة، و قائمة كبيرة. لذلك السويسري طرح عدة أسئلة على أي أساس يتم استدعاء هؤلاء العناصر، وقال أنه ليس هناك لاعب مرشح فوق العادة، وليس هناك لاعب أساسي أو غير أساسي، كل اللاعبين المستدعين إلى المنتخب الجزائري كلهم معنيين بتمثيل الألوان الوطنية سواء كانوا في أرضية الميدان أم على دكة البدلاء، وبإمكان أن الخطة تتغير ويتغير معها كل شيء. لذلك أقول بداية تبدو جد موفقة وعمل في المستوى بالنسبة لفلاديمير بيتكوفيتش، لأنه وضع النقاط على الحروف شيء رائع وشيء مدهش، باش كل واحد يعرف بلاصتو بأنك تجي تمثل الجزائر ما تمثلش تربح. نجوزو إلى نقطة أخرى حبابنا خاوتنا ما تكلمناش عليها من قبل، وهي اللاعب الجديد اللي صراحة يختار المنتخب الوطني الجزائري. حل على كل حال صانع ألعاب نادي إستوريل رفيق غيطان يعني مر بالسرعة القصوى من أجل الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الجزائري والاتصال بوليد صادي وإعلان. ندوز إلى موضوع آخر أيضا جد مهم متعلق برفيق غيطان اللي انضم رسميا إلى كتيبة الناخب الوطني جمال بالماضي، حيث أعلن صانع ألعاب نادي إستوريل برايا للعاصمة البرتغالية لشبونة تغيير جنسيته الرسمية جنسيته الرياضية بشكل رسمي وحمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري بعدما سبق له حمل ألوان المنتخب الفرنسي في المنتخبات الشبانية. وكشفت مصادر مقربة أقول من هيئة الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن اللاعب فرانكو الجزائري رفيق غيطان قدم وثائقه لولي الاقتصادي والاتحاد الجزائري لكرة القدم، ووقع قطان على طلب تغيير جنسيته الرياضية لتقديم الملف إلى الفيفا حتى يتم تأهيله في المنتخب الجزائري بموجب قانون البهاماس لسنة 2009 كما يعلم الجميع لجابورا وراوة. وسجل رفيق قطان أقول مستويات رائعة في الدوري البرتغالي من خلال التسجيل وتقديم تمريرات حاسمة. على كل حال وبموجب القانون لن يشهد التربص القادم للمنتخب الجزائري تواجد اللاعب رفيق غيطان، وتراهن هيئة الفاف بقيادة وليد صادي على إمكانية تأهيل اللاعب قبل جوان المقبل تحسبا لمواجهة غينيا والموزمبيق خلال الجولتين 3 و4 من تصفيات كأس العالم 2026. إذن شاركونا رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.